مع الأسف ما يبين الطيب بعينك يا أبو بدر. أفا هذا أنت يا أبو بدر؟ هذا أنت؟ إيه؟ الله يسامحك، شذي تسوي فينا؟ هذه آخرتها، تطردها من بيتك يا أبو بدر؟ اللي مثلي أنا يا أبو بدر ينطرد من هالبريج؟ أنا قزرت عمري وأنا عايش بهالبريج، الحين أنت جايني يا أبو بدر بتطردني من هالبريج؟ حسبي الله وكافي ونعم الوكيل، حسبي الله وكافي ونعم الوكيل، حسبي الله عليك يا أبو بدر كأنك تبي شينا من هالبريج. يسقط أبو بدر ويعيش عتيج. يا جماعة يا جماعة خلوكم معاي شوية. يا جماعة ترى أنتوا غلطانين غلطانين، أنا ما سويت شيء ضدكم أبداً، ما سويت شيء من اللي يدور ببالكم أبداً. ما سويت، سمعوا يا جماعة، يقول ما سوى شيء، والإنذارات اللي دازها لنا شنو؟ يبا الإنذارات مالي شغل فيها، الإنذارات أنا ما أدري عن هوادارها أبداً. الإنذارات يبا اللي دازها لكم عتيج المسيان. نعم، علشان يسبب مشاكل بيني وبينكم. إيه ولا أنا إيش حق أدز لكم إنذارات؟ أنتوا أهلي مني وفيني، معقولة على أدز لكم إنذارات؟ لا لا لا، ولا تنسون إن عتيج بن زيدان يشتغل عند المحامي يكي. لا 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 لا، أنا ما أصدق إن عتيج يسوي كذي، ما أصدق. يبا بعدك مقترفي، أنا لما اكتشفت على حقيقة بين إن لعوبي. نعم، وعتيج شنو هي مصلحته من هذا؟ أنا أقول لكم يا عيال شنو مصلحته. لما جاي خطب بنت أخوي نورة رفضت إني أزوجها إياه، انقلب علي، قال إذا ما تزوجني إياها أخلي الفريج كله يقلب ضدك. نعم، لا يا الملك. والحين إيه، والحين وقت الانتخابات جاية وأنتوا تدرون. لا 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 لا، أنا رجال ما أصدق. ما عندك سالفة أنت يا أبو بدر، على هواك، ما عندك سالفة، على هواك. الله معك، لا تصدق، الله معك. يعيش أبو بدر، يا يعيش، يا يعيش، يا يعيش. إخواني إخواني، أشكركم وأشكر هذه الثقة التي أوليتموني إياها، أشكركم. أنتوا إخواني وأنا منكم وانتم مني، وحياكم الله. يعيش ابو بدر، يا يعيش، يا يعيش، يا يعيش. ابو بدر. نعم ابو بدر. نعم، نفس البشاشه. الله حبوب الويل والدشاشه. الدشاشه الدخموه، وهذا نصيحه طيبة خاطر بلد فاشة. أبو بدر، اسم الهالي أبو بدر، مكتوب بالحساسة. كلمة توديهم كلمة تجيبهم الفريج، شو مسوي لكم اللي قلبتوا على القلب القشرة علي؟ للأسف جهلة جهلة.